الكاظمي يوجه بإعادة تقييم قوات حفظ القانون وإحالة معنفي الفتى حامد إلى القضاء. الانتخابات المبكرة تأكيد حكومي بتوفير أموالها وتعهد برلماني بإكمال قانونها. في ذكرى مجزرة سنجار دعوات إلى فرض الأمن فيها وإنهاء ملف النازحين والمختطفين. نفوق مئات الأطنان من الأسماك في الديوانية وزراعة نيابية تحذر من كارثة بيئية. تفاصيل النشرة من يو تي في، أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن اللجنة التحقيقية تمكنت من تشخيص المتجاوزين من قوات حفظ القانون على الفتى حامد سعيد وإحالتهم إلى القضاء، مشيرا إلى أن حكومته بصدد إعادة تقييم لأداء القوات عقب الحادثة. بيان لمكتب الكاظمي أوضح أن رئيس الوزراء استقبل الفتى القاصر حامد سعيد الذي تعرض لاعتداء غير أخلاقي ولا قانوني، مؤكدا أن اللجنة التحقيقية قامت بتشخيص أسماء المتجاوزين من قوات حفظ القانون وفسخ عقودهم وإحالتهم إلى القضاء. هذا وتعتزم وزارة الداخلية إعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة. نعم، مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء ساعد معن أكد وجود دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة من قبل وزير الداخلية، مضيفا أن إعادة النظر في تشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عددا من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع. هذا وشكلت نقابة المحامين فريقا لإقامة دعاوى خاصة بالحدث الذي ظهر في الفيديو المسيء داعية عائلة الفتى المعتدى عليه إلى التواصل مع النقابة عبر منصاتها الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة. وقالت النقابة في بيان أنه تقرر تأليف فريق من المحامين المنضوين في لجنة حقوق الإنسان المرصد القانوني في النقابة لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة استنكارها لما وصفته بالأفعال الشنيعة التي لا ترتبط بالأخلاق أو المروءة في شيء، وتنافي مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي يرتبط بها العراق وتمثل خرقا فادحا حقيقيا للدستور والقانون العراقي النافذ. أكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء عدم وجود مشكلة في توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات في 6 حزيران العام المقبل. ملا طلال أشار إلى قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد الانتخابات المبكرة جاء مدروسا ولم يكن رد فعل لأي تدافع سياسي، موضحا أن هناك فريقا خاصا لإعداد خطة خاصة للانتخابات وفق المعايير الدولية. إلى ذلك، قال حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للشؤون الانتخابية إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعهد للكاظمي بإكمال قانون الانتخابات بعد عطلة العيد مباشرة. نعم ديار، الهنداوي أضاف أن الاتصالات ما زالت مستمرة مع جميع الجهات من أجل إتمام قانون الانتخابات في الفترة المقبلة، مبينا أن المفوضية أعربت عن استعدادها لإجراء الانتخابات خلال فترة زمنية تقارب 9 أشهر، بينما حدد الموعد بعد نحو 11 شهرا ما يوفر مرونة في الوقت. بين أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موعد إجراء انتخابات مجلس النواب حتى كثرت الأحاديث عن المعوقات التي قد تعرقل إجراءها في هذا الموعد، لكن المتفائلين لهم قول آخر. بسم الله، أوقع المنهاج الوزاري
وكانت الانتخابات المبكرة على رأس الأولويات في المنهاج الذي صوت عليه مجلس النواب في 7 من آيار الماضي. وضعت مهمة أساسية أمام حكومتي هي المطالب الشعبية المحقة التي نالت الاستجابة منكم بالتحضير للانتخابات النزيهة المبكرة. 85 يوماً مرت بعد ذلك ولم تتخذ الحكومة خطوة عملية نحو إجراء الانتخابات المبكرة إلى أن جاء 31 تموز ليخرج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الملأ ويعلن موعد إجرائها في 6 حزيران المقبل، مثيراً موجة من ردود الأفعال التي حمل غالبها تأييداً مشوباً بالخشية من عدم القدرة على تجاوز المعوقات والتحديات، إلا أن أهل القانون سرعان ما رفعوا أصوات التفاؤل إزاء هذا الموعد. فترة سنة برأيي هي كافية للإعداد، كافية للتهيؤ، كافية لحل البرلمان، كافية لتشريع قانون المحكمة الاتحادية، كافية لإتمام قانون الانتخابات. هاي كلها يعني أعتقد رئيس مجلس الوزراء عمل حسابها عندما حدد هذه المدة البعيدة، لكن البعض يحترض على المدة يقول لك ليش سنة؟ طبعا هي ممكن أن تجري يعني أن تجري الانتخابات في قبل هذه المدة. قد تحل المشكلات المالية والفنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، ولكن السؤال يبقى مطروحا بشأن ما إذا كانت سطوة السلاح والنفوذ سيزال تأثيرها في الموعد المرتقب. أكد أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء أن نحو 62 مليار دولار أنفقت على قطاع الطاقة الكهربائية في السنوات الماضية. ملا طلال أضاف في مقابلته الإعلامية أن وزارة الكهرباء في زمن الحكومة السابقة لم تقم بعملية صيانة للمحطات التوليدية ما تسبب في تفاقم الأزمة واستمرار تردي تجهيز الطاقة. على الرغم من الأموال الطائلة والوعود التي قدمت خلال سنوات كثيرة، فإن أزمة الكهرباء لا تزال مستمرة في العراق. نعم، ومنذ عام 1990 والبلاد تعاني من الانقطاع المتكرر للكهرباء، أزمة تعمقت أكثر بعد عام 2003، إذ تصل ساعات الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. أزمة هذا القطاع الحيوي نتعرف على تفاصيلها مع الزميلة سهام فضل الله. أهلا بكم. العراق وبرغم كونه خامس احتياطي للنفط في العالم، إلا أن أزمة الكهرباء متأصلة ومستمرة في هذا البلد، فساعة الانقطاع تصل أحيانا إلى 20 ساعة في اليوم. أزمة الطاقة ليست بالحديثة في البلاد، بل تعود وفق تقارير لعام 1990 وتراكمت ما بعد عام 2003. كما أن تهالك محطة التوليد القديمة الذي رافقته عمليات التخريب خلال السنوات الماضية عمقت من الأزمة، لتزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة. ينتج العراق 14 ألف ميجاوات من الكهرباء، بينما تصل حاجته الفعلية إلى نحو 30 ألف ميجاوات. البلاد تستورد نحو 1200 ميجاوات من إيران عبر 4 خطوط أساسية، إلا أن إيران أوقفت هذه الإمدادات أو الإمدادات هذه الخطوط بسبب ما قالت أن العراق تأخر عن أداء مستحقاته وتراكمت ديونه التي بلغت أكثر من 1.5 مليار دولار، فيما ينكر العراق هذه الرواية مرجعا السبب إلى صعوبة تحويل الأموال إلى البلاد بسبب العقوبات المفروضة على طهران. أنفقت الحكومات المتعاقبة نحو 62 مليار دولار على الكهرباء منذ عام 2003، إلا أن هذه المليارات لم تجد طريقها نحو تأهيل العراق وتطويره. النزاهة البرلمانية تحدثت عن عقود فاسدة وصفقات مشبوهة، ففساد وزارة الكهرباء هو الأكبر في تاريخ العراق وفق تقارير. تعاقب 6 وزراء للكهرباء في البلاد ما بعد عام 2003، منهم من وعد بتجاوز الأزمة ومنهم من تعهد بتصدير الطاقة وتحقيق فائض في الإنتاج، وعود كلها تبخرت والنتيجة استمرار الأزمة وتعمقها حتى يومنا هذا.
خبراء أكدوا أن اتجاه الحكومات السابقة نحو خصخصة الكهرباء فاقم الأزمة، فشركات الخصخصة اكتفت باستخلاص الجبيات من دون الإسهام في التوليد. لتجاوز أزمة قطاع الطاقة في العراق، يرى خبراء اقتصاديون أن البلاد مطالبة بإنفاق نحو 15 مليار دولار لإصلاح هذا القطاع الحيوي، على أمل ألا تجد هذه الميزانية مرة أخرى طريقها إلى جيوب الفاسدين في البلاد. بهذا نأتي إلى ختام عودة لمتابعة بقية أخبار نشرتنا. تعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأزيديين في البحث الجاد عن مختطفيهم وتحويل قضيتهم إلى جهد دولي من أجل إعادتهم إلى ذويهم. نعم، بيان لمكتب الكاظمي أكد أنه لا بد للعدالة أن تأخذ مجراها، فتجربة الأزيديين كانت قاسية، لكننا سنحول أوجعهم وآلامهم إلى عنصر أمل في مستقبل أفضل لبلد يحترم مواطنيه ويصون كرامتهم من دون تمييز. أكد رئيس إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني أن سنجار تحولت إلى مرتع للمسلحين اللاقانونيين المنهمكين بتنفيذ أجنداتهم وبرامجهم السياسية على جراح آلام سكانها. وشدد بارزاني في بيان أن كردستان ستستمر في بذل الجهود من أجل توفير الاستقرار وإعادة الأمان وإعمار سنجار وتحويله إلى محافظة بالتعاون مع الحكومة الاتحادية ومحافظة نينوى لتحقيق هذا الهدف. دعت الأمم المتحدة إلى حل ملف سنجار والتوصل إلى اتفاق بين المركز والإقليم من أجل استقرار أكبر في تلك المناطق. نعم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارد قالت في بيان إن تنظيم داعش عاث قتلا وتدميرا مستهدفا اليزيديين في حملته الممنهجة للتدمير، موجهة دعوة إلى بغداد وأربيل من أجل حل هذا الملف بشكل عاجل والتوصل إلى اتفاق من دون تأخير، مضيفة أن إدارة الحكم المستقرة والهياكل الأمنية هي أسس حاسمة للمجتمع ولإعادة البناء والازدهار. وفي الموصل، دعا ناشطون سياسيون ومدنيون الحكومة إلى إيلاء قضايا سنجار وأبناء المكون اليزيدي أهمية خاصة، مؤكدين أنهم تعرضوا لإبادة جماعية بشعة، فيما أبدوا استغرابهم من تأخر صرف تعويضات للناجين والناجيات من التنظيم وعدم تكثيف جهود البحث عما تبقى من المختطفين. المكون اليزيدي هم من الأقليات، والمفروض على الحكومة العراقية أن تعير انتباه كبير إلى هذا المكون. صح، هؤلاء تعرضوا إلى إبادة جماعية في حادث السنجار من على يد عصابات داعش الإجرامية، ولكن لم يكن هنالك تعويض حقيقي لإعادته ولا برنامج حقيقي لإعادتهم. تحتاج سنجار إلى تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية فيما يتعلق بتصفية إرث داعش الإرهابي، أيضا محاسبة المجرمين والوصول إلى المختطفات الإزيديات، بالإضافة إلى ذلك هو عمليات التعويض المادية اللازمة من أجل عودة السنجاريين. تمر علينا واقع أليمة بخصوص مدينة شنقال، نقدم تعازينا إلى أهالي مدينة شنقال وواقعنا من واقعهم وآلمنا من آلامهم، ونطالب الحكومة المحلية بتعويض المتضررين وكشف عن المخطوفين ومحاسبة المقصرين بأشد العقوبات. وبالعودة والحديث في تداعيات قضية الفتى حامد سعيد، ينضم إلينا الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد محنا. بداية، أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء، هل من إجراءات جديدة لديكم للحد من تكرار هذه الحالات وما تعرض له الفتى حامد سعيد؟ تفضل. نعم، تحياتي لحضراتكم وإلى جمهورنا الكريم، وكل عام وأنتم والشعب العراقي بألف خير. الحقيقة هذه القضية التي أثيرت منذ يوم أمس وما قبل في مواقع التواصل الاجتماعي وتسببت ب يعني إدانات واسعة من قبل أبناء شعبنا العراقي وكذلك من قبل ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية. هذا الجهاز، جهاز الشرطة، صاحب
التاريخ العريق والمجيد واللي يحظى باحترام كبير من قبل الشعب العراقي. ولذلك كانت الإجراءات من قبل قيادة وزارة الداخلية المتمثلة بالسيد وزير الداخلية الفريق والركن عثمان الغانمي كانت إجراءات حازمة، الغرض منها هو منع هكذا حالات أو معاقبة أي شخص تسول له نفسه العبث أو انتهاك كرامة المواطن العراقي، الذي في الأمس القريب دفعت رجال الشرطة دفعوا أنهار من الدماء من أجل كرامة الشعب العراقي. لذلك لا يمكن السماح ببعض الأفراد من التجاوز على مواطنين الكرام. لذلك كانت الإجراءات قانونية وتم إحالة المتهمين إلى محاكم قوى الأمن الداخلي وسوف ينالون عقاب بموجب القانون. يعني هل هناك إجراءات جديدة سيادة اللواء أيضا؟ يعني هذا فيما يخص هذا الفتى يعني حامد، ولكن إجراءات جديدة للحد من تكرار ما حدث لأشخاص آخرين؟ يعني هو الحقيقة الحادث وإن كان نفذ من قبل أفراد في جهاز الشرطة، ومثل ما تعرفون ويعرف المواطن الكريم اليوم من نتكلم عن جهاز قوامه 680,000 ويشمل نواحي وكل مفاصل الحياة من المديريات التي تعنى بتقديم الخدمات إلى الأمن إلى مكافحة الإرهاب إلى كثير من الدوائر. هذا الجهاز الكبير صاحب التاريخ المشرق لا يمكن لبضعة أشخاص أن يحاولون يشوهون سمعة هذا الجهاز. لذلك مثل ما قلت لك كانت الإجراءات متابعة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، وهنالك قرارات كثيرة اتخذت من ضمنها إعادة النظر بأصل فكرة تشكيل قوات حفظ القانون. المعروف أن هذه القوات شكلت من أجل التعاطي الإيجابي مع المواطنين في التظاهرات والاحتجاجات الماضية، لكون هذه القوات شكلت من قبل تشكيلات كانت سبق وأن دربت في مواجهة حالات الاحتجاجات السلمية وفق البنود الدولية ووفق مبادئ حقوق الإنسان. لذلك هذه الانتهاكات تعطينا مؤشر خطير أدى إلى أنه يكون هنالك يعني إعادة النظر بمجمل تكوين هذه القيادة، بالإضافة إلى إحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة. نعم، فيما يخص إعادة النظر في هيكلية قوات يعني حفظ النظام، لو تطلعنا على تفاصيل هذا القرار. يعني هنالك لجنة تدرس كافة الظروف التي شابت تشكيل هذه القوات، وأيضا تدرس النواحي الإيجابية والسلبية التي رافقت الاحتجاجات، وبالتالي إعطاء رأي ويكون إعادة تقييم لهذه القوات للفترة الماضية التي خدمت بها. نعم، أيضا سيادة اللواء، يعني وقع هذه هي الحادثة وهذا الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني كان له وقع كبير ومؤلم على الشارع العراقي والأوساط الشعبية. هنا اليوم المواطن العراقي فقد الثقة أيضا باللجان التحقيقية سيادة اللواء على مدى سنوات، لكن اليوم هل اللجان المشكلة من الداخلية تختلف عن سابقاتها ولماذا؟ لا أعتقد المواطن العراقي ما ممكن يفقد الثقة بقواتنا الأمنية، ولكن المشكلة مثل هكذا حالات صحيح تؤثر على سمعة هذه الحوادث تؤثر قد على سمعة الجهاز، لكن بالتأكيد يعني اليوم الثوب الناصع لا ينظر إلى فقط ينظر إلى البقع السوداء أو الكذا في هذا الجهاز. الشرطة يعني له وقفات وله نواحي إنسانية عديدة لا يمكن يعني خلال هذه الفترة البسيطة أن أشرحها. يكفي خلال هذه الفترة حسب ما أخبرني مدير شرطة النجدة أنه أكثر من 3500 حالة ولادة تم نقلهم بسيارات النجدة إلى
المستشفيات، وبالإضافة إذا أريد نتكلم عن دور هذا الجهاز، لا يمكن لثلة بسيطة أو أفراد أو حالة فردية أن تأثر على سمعة هذا الجهاز. أعود إلى سؤال حضرتك بخصوص اللجان. نعم. اليوم هذه اللجان التي تشكل من قبل ضباط مهنيين أكفاء، وشفنا احنا بالفترة الماضية جميع اللجان التي كلفت بمهام أنجزت المهام الموكلة إليها خلال فترة قياسية، ولعل هذه الحادثة أحد الأدلة على أنه سرعة اتخاذ القرار وسرعة التوصل إلى الجنات والمتهمين والتحقيق معهم وإحالتهم وفق تهم مختلفة. بعضهم يكون وفق التهم اللي يكون الاعتداء اللفظي، وبعضها الاعتداء البدني، والبعض التهم الأخرى هي العدم إبلاغ المرؤوسين في هذا الجانب. إذ القانون يلزم رجل القانون أو رجل الشرطة بالإبلاغ عن أي حالة أو عن أي جريمة تحصل أمامه. نعم. أيضا اليوم يعني سؤالي الأخير هو المواطن والمتظاهر سيادة اللواء بحاجة إلى رسائل اطمئنان في الداخلية، ما هي رسالتكم إلى المواطن من جهة وإلى قوات الأمن أيضا من جهة ثانية؟ نعم، الحقيقة هو الواجب الأساسي الأول لقواتنا الأمنية هي حماية المواطنين، سواء كانت في الاحتجاجات أم خارج الاحتجاجات. الاحتجاجات لهم وضعية خاصة، وعلى قوات الشرطة أن تقوم بواجبها بكل مهنية وحيادية، والفترة الماضية أثبتت قوات الشرطة أنها يعني الحامية للاحتجاجات وإلى المتظاهرين، رغم بعض الحالات اللي حصلت، لكن على الأعم والأغلب قوات الشرطة التزمت بمهنيتها وصبرت على كثير من المحاولات لبعض الأشخاص اللي حاولوا يعتدون على هذه القوات وقدمت خسائر، يعني هنالك شهداء وبأرقام ليست بالقليلة، وجرحى ومعاقين وأشخاص فقدوا نظرهم وأبصارهم والعديد من ولذلك اليوم قوات الشرطة تحظى بثقة المواطن العراقي. نعم، اللواء خالد محنى المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا. كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن نفوق مئات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث المصب العام بعد إلقاء مجهولين المواد السمية في حوض النهر بالقرب من محافظة الديوانية. نعم، عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية علي البديري أكد أن هناك كارثة بيئية واقتصادية واستهدافا مقصودا للثروة السمكية من خلال نفوق مئات الأطنان من الأسماك في النهر الثالث المصب العام بعد إلقاء مجهولين المواد السمية في حوض النهر، وخاصة في المناطق الواقعة قرب محافظة الديوانية. البديري حمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة لإهمالها وضع نقاط ثابتة أو متحركة للشرطة النهرية. أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري وجود أجندات خبيثة داخليا وخارجيا لمنع العراق من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية والزراعية. وجدد الشمري مطالبته الجهات المعنية بتعزيز إجراءاتها الخاصة بحماية المنتج المحلي الحيواني والزراعي في ظل عدم رغبة بعض الجهات داخليا وخارجيا في وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي، مشددا على أن حماية المنتج المحلي لا يتوقف على التشريعات والقوانين فقط، وإنما على توفير الوسائل المناسبة لحمايته من عبث السراق والفاسدين. وبشأن ملف نفوق الأسماك، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف. بداية أهلا ومرحبا بك. إذن أطلعنا على الخسائر الأولية وحجم الأضرار جراء نفوق الأسماك قرب الديوانية، تفضل. حياك الله والتحية لك ولمشاهديكم الكرام.
الحقيقة بالنسبة لموضوع هورد دلمج، هناك مستثمر في المقاطعة 25 وجزء من المقاطعة 26 في هورد دلمج. أبلغنا مساء أمس بأن هناك نفوخ للأسماك. حقيقة شكلت لجنة برئاسة السيد الوزير وعضوية مدير البيطرة، مدير عام البيطرة ومدير زراعة الديوانية، وتوجهت هذه اللجنة على الفور صباح هذا اليوم إلى المكان، واستطلعت المكان ووجدت بعض الأسماك النافقة الموجودة على سطح المياه، وهي مختلفة الأحجام والأنواع، إلا أنها ليس بما ذكرته وسائل الإعلام، بينما هي قليلة، ولكن من نتيجة الاستطلاع والاتضاح من المربي قال أنه سبب الاختناق قد يكون السبب الطحالب أو وجود الطحالب بالمياه أو القصب، هاي كلها قد تؤثر، ولكن نحن كوزارة حقيقة من خلال الطرق الرسمية والقانونية ومن خلال كوادر البيطرة أخذنا عينات اليوم من هذه الأسماك النافقة واكتشفناها عينيا أول مرة وتشريحيا، وثبت لنا سلامة كل الأسماك النافقة من أي آثار مرضية لوجود أي آفة، أي لا توجد آفة، فقط هناك وجود بقعات على الكبد والتي تدل أن هناك قد تكون هناك حالات تسمم، وهذا التسمم قد يكون ناتج عن نتيجة الصيد الجائر في بعض المناطق ومنها الهور، باعتبار هذه المناطق خالية من الجهات الأمنية ومن الشرطة النهرية، ولكن مع ذلك أخذنا عينات بكل الغلاصم والخياشم وكل الأسماك، واليوم خليناها بالمختبر، وغدا سنطلع الرأي العام على النتائج النهائية لهذا الأمر. نعم، إذن الصيد الغير قانوني الذي نتج عنه هذا التسمم، إذن ما هي الإجراءات التي ستتخذ بشأن هذا المستثمر؟ نعم، سؤال مهم. أوصت اللجنة المشكلة هذا اليوم بدعوة كافة الأجهزة الأمنية ومنها الشرطة النهرية على متابعة طول المساحة الموجودة بالهور اللي هو هور الدلمج والمناطق القريبة من الشركة الصينية، وفضلاً أن الأنهر المتفرعة من هذه المناطق تكون هذه المناطق خالية من الجهات الأمنية، وبالتالي تكون بيئة مناسبة لعملية الصيد الجائر، وهذا الصيد الجائر هو ممنوع قانوناً، وهناك إجراءات حقيقة تصف في هذا الاتجاه لمنع الصيد الجائر ومعاقبة من يقوم بذلك، ونتمنى أن تقوم هذه الأجهزة بمتابعة هذا الأمر حفاظاً على ثروتنا السمكية. نعم، أيضاً يعني بيان لجنة الزراعة شدد على أن حماية المنتج المحلي يعني لا توقف فقط على تشريعات وقوانين فقط، إنما على توفير وسائل مناسبة أيضاً لحمايته، حمايته من يعني، وما هي هذه الوسائل برأيك؟ نعم، شكراً لك على هذا السؤال. نعم، ليس هي القرارات وحدها هي الممكنة في حماية المنتج المحلي، بل تطبيق هذه القرارات وأدوات تطبيقها، أي بمعنى القوة اليوم القوية التي تطبق هذه القرارات هي الأساس في حماية المنتج. كثيراً من القرارات موجودة اليوم من مجلس النواب والمجلس الوزراء لحماية المنتج المحلي، ولكن ما زالت كثير من المنافذ مفتوحة وتدخل كثير من المستوردات، وبالتالي اليوم قوة القانون هي اللي تحمي المنتج المحلي بالتزامن مع تشريع هذه القوانين وما ذهبت إليه اللجنة النيابية. صحيح، نعم، قوة القانون هو الذي يحمي المنتج المحلي. نعم، المتحدث باسم وزارة الزراعة سيد حميد النايف، شكرا جزيلا. وإلى ملف كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2735 إصابة جديدة بالفيروس و66 حالة وفاة في عموم البلاد خلال 24 ساعة الماضية. نعم رويدة، وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت أيضا 2225 حالة شفاء، وبذلك يكون المجموع الكلي لحالات الشفاء في العراق 94111 حالة، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 131886 حالة، وكذلك ارتفع مجموع الوفيات إلى 4934 حالة أو حالة وفاة منذ بداية تفشي وباء كورونا.
أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تشكيل لجنة فنية لمتابعة توفير اللقاح الخاص بكورونا مع 4 شركات عالمية. وأشارت الوزارة إلى أن الفئات المشمولة باللقاح في المرحلة الأولى هي الملاكات الصحية والأجهزة الأمنية وكبار السن وقليلو المناعة. الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي أكد أن 4 شركات بريطانية وألمانية وصينية وروسية متقدمة في إنتاج اللقاح الخاص بالفيروس. أعلن مدير صحة نينوى فلاح الطائي عجز الصحة عن استيعاب أزمة وباء كورونا ما دفعها إلى تطبيق الحجر المنزلي على المصابين ثم الحجر المناطقي. نتوقع ازدياد عدد الإصابات أكثر في هذه المحافظة، محافظة نينوى ودائرة الصحة نينوى ليس لها القابلية والقدرة على استيعاب عدد أكبر من هذه الإصابات. الآن اتجهنا بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة وذلك بالاعتماد على الحجر المنزلي، العزل المنزلي للحالات المصابة والتي لم تشكو من أعراض. الخطة القادمة لدار الصحة نينوى وهي بحجر أو عزل مناطقي وإقام وقيامنا بإجراء أكبر عدد من الفحوصات المختبرية. مدير صحة نينوى أكد أيضا اعتماد ثاني أكبر محافظات العراق وهي نينوى على مختبر فحص يدوي واحد، وهي بانتظار دعمها من قبل وزارة الصحة بأجهزة متطورة كاشفا في الوقت نفسه عن إصابة أكثر من 125 موظفا في الصحة بفيروس كورونا. أعطينا عدد كبير من التضحيات، يعني ما أكثر من 125 إصابة بين كوادر دائرة الصحة نينوى. لدينا بعض الإصابات في مختبر الصحة العامة، ولكن هذه الإصابات لم تؤثر على وقوف هذا المختبر. السبب أنه هذا المختبر الذي نستخدم الآن هو مختبر يدوي، والمختبر يدوي ممكن أن يعرض المنتسب الذي يعمل عليه للإصابة. لذلك قمنا بعدة طلبات إلى وزارة الصحة لتجهيز دائرة محافظة نينوى بمختبرات بأجهزة بي سي آر أوتوماتيكي. الأجهزة المختبرية الموجودة في دائرة الصحة نينوى لحد هذه اللحظة هو جهاز واحد الذي قام بشرائه السادة أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى، ولو كان لدينا أجهزة أخرى لقمنا بإجراء فحوصات لعدد أكبر، وفي هذه الحالة أيضا نتوقع زيادة عدد الإصابات مرة أخرى. توفي طبيب متخصص بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث إن هذه الحالة تعد الأولى منذ ظهور الوباء في محافظة ذي قار. مراسلنا أوضح أن طبيبا متخصصا يبلغ من العمر 70 عاما أصيب بفيروس كورونا قبل 20 يوما ليفارق الحياة متأثرا بالعدوى، مؤكدا أن حالة الوفاة هذه تعد الأولى بين شريحة الأطباء، وهو ما يعكس الوضع الوبائي في المحافظة. بسبب الانتشار المتزايد لفيروس كورونا في العراق، قل إقبال المراجعين على المشافي الحكومية التي صار ينظر إليها على أنها بؤر عدوى شديدة الخطورة بسبب فرانس أو بحسب فرانس بريس. في محافظة واسط على سبيل المثال، تواجه النساء الحوامل صعوبة في الحصول على الرعاية بعد إغلاق العيادات الخاصة نتيجة حظر التجوال وخشيتهن من مراجعة المشافي، لكن على الرغم من ذلك لم تجد من يأتيها المخاض بدا من الإنجاب في المشفى، ما رفع عدد الولادات بعد الجائحة وفقا لعاملين في القطاع الصحي. للأسف غلق العيادات ضمن الحظر العيادات الخاصة، وهذا شكل أيضا مشكلة بالنسبة لعامة الناس، لأنه الناس تتخوف من مراجعة المستشفيات بسبب الخوف من العدوى. كانت عدد الولادات أقل من العدد هسه بال يعني هذا المرض زاد عدد الولادات أزيد من اللازم. يعني كانت الولادات مثلا باليوم 5-6 أو ماكو، هسه الولادات بال20 أزيد بالليل 25 ولادة. نشرتنا لا زالت مستمرة وفيها بعد الفاصل. أكثر من 5000 مغيب في صلاح الدين، وذووهم يمنون النفس بالكشف عن مصيرهم.
أهلا بكم من جديد. أكثر من 5000 مغيب في صلاح الدين يمر العيد تلو العيد، وعوائلهم تنتظر معرفة مصائرهم. لا قواعد بيانات لدى الحكومة عنهم، ومصيرهم ما يزال مجهولا في سجون سرية وبعيدة. يجلس أبو شهاب أمام خيمته المتواضعة في مخيم نازح جنوبي بلد، ينتظر خبرا عن أقربائه المفقودين أثناء حرب تنظيم داعش، فهو ما زال يأمل رجوعهم إليه على الرغم من مرور 7 سنوات دون معرفة مصيرهم. راح أن تقريبا فوق 100 واحد لحد الآن ما نعرفهم مقيبين، هل هم أحياء هل هم أموات؟ إحنا نريدهم وين راحوا يعني؟ زين يعني بشرفك يعني هسه أنا أقل عائلة عندي، هنا أقل عائلة 10 نفرات، لا عنده لا أب ولا أخ بس أم، 10 نفرات أطفال مكونة، يعني شلون راح يعيش؟ ساكنو المخيم لا تعني لهم أيام العيد أي شيء، فهي متشابهة مع بقية أيام المعاناة التي يعيشونها تحت ظل انعدام الخدمات والظروف المعيشية الصعبة. نطالب من الحكومة، أريد المفقودين منهم، ونريد أن نرجع على ديرتنا. 7 سنوات إحنا ما شايفينهم، الله شنو ذنبنا؟ حكومة صلاح الدين المحلية أكدت قيامها بإجراءات مشتركة مع بقية الجهات الحكومية المعنية، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان، بهدف البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم. هناك عوائل مثبتة لدينا، هناك تنسيق مع الحكومة المركزية، مع الأجهزة الأمنية، مع الجهات كلها من أجل حل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. تعدد مصادر القرار الحكومي إلى جانب الروتين السائد أسباب يرى متابعون أنها كافية لإجهاض أي محاولة حقيقية من أجل معرفة مصير المفقودين في المحافظة. لا أرقام دقيقة عن عدد المغيبين من أبناء صلاح الدين، لكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 5000 شخص لا يعرف مصيرهم حتى الآن. تنطبق عليهم الشروط الدولية والإنسانية المتعلقة بالاختفاء القمصري، بينما هنالك 5000 عائلة من صلاح الدين ما تزال نازحة. سجاد حكمة، UTV، محافظة صلاح الدين. وإلى الملف العربي والدولي، حيث قدم وزير الخارجية اللبناني نصيف حتي استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب. نعم، وقال حتي في بيان إن قرار الاستقالة جاء بسبب تعذر أداء مهامه في ظروف وصفها بالتاريخية والمصيرية، في ظل غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يطالب به الشعب اللبناني. وحذر حتي في بيانه من أن لبنان ينزلق اليوم ليتحول إلى دولة فاشلة على حد وصفه. قتل 20 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون وسجناء، في معارك بين قوات الأمن ومسلحين شاركوا في عملية اقتحام سجن في أفغانستان. المتحدث باسم مستشفى ولاية نينغرهار زاهر عادل أكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع في ظل إصابة أكثر من 40 شخصا بجروح خطرة وخرق الهجوم الهدوء أو خرق عفوا الهجوم الهدوء النسبي الذي شهدته البلاد بفضل وقف إطلاق النار بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية تزامنا مع عيد الأضحى. بلغ عدد مصابي كورونا عالميا أكثر من 18 مليونا. نعم، وورد ميتر أوردت أن أرقام الوفيات بالوباء يقارب 700 ألف، فيما تعافى حوالي 11 مليونا ونصف مليون مصاب. ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر اللائحة بحوالي 5 ملايين مصاب عالميا، وما يناهز 160 ألف وفاة. قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنه بالرغم من إجراء أكثر من جهة تجارب سريرية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا، فإن المجتمع الدولي ما زال يرتقب اكتشاف اللقاح، وعليه يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء. يخضع عدد من اللقاحات الآن للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، ونأمل جميعا في الحصول على أكثر من لقاح فعال يمنع انتشار العدوى، ومع ذلك
لم يتوصل المجتمع الدولي حتى اللحظة إلى هذا الاكتشاف، وقد لا نشهد هذه اللحظة أبداً. وعليه فإن كيفية التصدي للوباء تنحصر في أساسيات تطبيق تعليمات الصحة العامة التي تشمل فحص المرضى وعزلهم وعلاجهم، بالإضافة إلى المحافظة على المسافة بين الأشخاص وارتداء الكمامات والمواظبة على غسل اليدين. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تعيين قاضية من أصول عراقية لتسلم منصب قاضية فيدرالية بولاية ميشيغان. نعم، البيت الأبيض وفي بيان على موقعه أعلن أن المجلس وافق على ترشيح الرئيس الأمريكي ترامب للمواطنة الأمريكية من أصول عراقية هالة جربوع لمنصب قاضية دائرة مقاطعة أوكلاند بولاية ميشيغان الأمريكية. البيان عزا تفاني جربوع بمقاضاة جرائم تجارة المخدرات وامتلاك الأسلحة النارية غير الشرعية كمساعد للمدعي العام في ترشيحها للمنصب. أكدت شركة مايكروسوفت الأمريكية دخولها مفاوضات جدية من أجل الاستحواذ على عملية تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية. المدير التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا وفي بيان على الموقع الرسمي أوضحت أنها ناقشت تداعيات الاستحواذ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفة أنها وضعت خطة لإتمام الصفقة مع الشركة القابضة في الصين بايت دانس. هذا وحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضية بسبب تخوفاته من استخدام التطبيق لمعلومات المستهلك الأمريكية. عمل شاب من سكان مدينة البصرة على تحويل مكان مهجور ومهمل إلى حديقة عامة يستطيع من خلالها أهالي منطقته تغيير أجواء الحجر المفروضة بسبب كورونا. نتابع قصته بهذا التقرير. أصبح لهذين الطفلين مكان يستطيعان من خلاله اللعب وتغيير أجواء الحجر المفروضة بسبب كورونا، بعد أن عادت الحياة إلى جنبات هذا المكان الذي كان مهملاً قبل أن يصبح حديقة ومتنفساً لأهالي البصرة. ضجت يعني مع كورونا وبالبيت وحظر، جيت هنا تونست أول مرة أجي، تفاجأت أول ما طبت وملاعب وتونست وحشيش وهاي وقص صور. أما بطل القصة فهو سامر، مقاول شاب يهوى تربية الكلاب، استغل فترة الحجر ليعيد إلى المكان جماله بمبادرة خاصة. كان بداية الأمر أنه هو مكب للنفايات ومهمل يعني من قبل الأهالي، يعني المارة الكذا كان يعني مشوه حتى وجه الشارع، فشفتها فكرة حلوة. أنا وأخوتي أصدقائي هنا بالمنطقة اهتمينا بهذا الأمر، رتبنا يعني حتى الشغل الموجود كله أنه شغل إيدي، يعني مو مثلا أجيب يعني يعني شلون أقول استغليت فترة الحظر بصورته الصحيحة. بمبادرته أصبح لسامر مكان يلاعب فيه كلابه الوفية، صفة يقول إنها لم تعد موجودة في يومنا هذا. كانت هذه نشرتنا المفصلة بالأخبار من يو تي في. نشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.